مرحبا بكم في موجز الرابعة من إنفوجراد. بدأت بورصة فيينا التداول اليوم صباح الاثنين مع خسائر فادحة، حيث انخفض مؤشر البورصة ATX إلى أقل من 3000 نقطة لأول مرة منذ نهاية فبراير 2021، وانخفض إلى 2816.86 نقطة بنسبة 7.10%. وأيضا انخفضت أسعار أسهم البنوك إيستو جروب ورايف أيزن بنك انترناشنال بأكثر من 11%، وبافاغ وكابش ترافيك كوم ودو أن كو أكثر من 7%، وانخفضت قيمة شركة النفط OMV بنسبة 6.9%، ويوصي الخبراء حاليا بتأجيل شراء الأسهم. وقعت وزارة المالية النمساوية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية الأمس في أبو ظبي مذكرة تفاهم للتعاون الشامل في مجال تكنولوجيا صناعة الهيدروجين، وتأتي الشراكة تأكيدا على التزام الطرفين بتوسعة العلاقات الثنائية. وستعمل الدولتان على وضع خارطة طريق مشتركة لتسريع وتيرة استخدام الهيدروجين في قطاعات رئيسية مثل المرافق والتنقل والصناعة من خلال الشركات العاملة في هذه القطاعات. وقد قالت وزيرة الزراعة إليزابيث كوستينجا أن الهدف المشترك بين الدولتين هو تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة مع تقليل انبعاثات الكربون. كإجراء فوري ضد التضخم والزيادة الحادة في تكلفة المعيشة، يدعو على حزب الاشتراكي SPÖ إلى التثمين، أي تعديل القيمة للتضخم ومضاعفة بدل الأسرة 3 مرات، طارحا سؤال على وزير العمل مارتن كوخا: هل تستطيع عائلة العيش ب1000 يورو في النمسا؟ ووفقا للحزب الاشتراكي، يجب أن تؤمن إعانات البطالة لقمة العيش، حيث أن 90% من العاطلين عن العمل يتلقون أقل من 40 يورو في اليوم، وبالتالي يعيشون تحت خط الفقر. لذا يجب أن تكون هناك زيادة فورية في إعانات البطالة إلى 70% من آخر راتب. دعا كارل هاينز كوبف الأمين العام لغرفة التجارة النمساوية VKE اليوم إلى تأجيل تطبيق الضريبة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لمدة عام على الأقل أو عامين. وبرر رئيس الغرفة التجارية هارالد ماغا بأن الأسعار مرتفعة للغاية، كما أوضح أنه على المدى القصير سيتم استبدال الغاز بالغاز الأخضر والهيدروجين، هذا بجانب دعوة هابت كيكل رئيس حزب الحرية اليميني FPÖ إلى الامتناع عن تسعير ثاني أكسيد الكربون الذي سيدخل حيز التنفيذ في منتصف العام الجاري، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة قدرها 7.7 سنت لكل لتر بنزين و 8.8 سنت لكل لتر من الديزل. كان هذا موجزنا، ونلقاكم على رأس الساعة 6 في قراءتنا الإخبارية الموسعة. إلى اللقاء.